النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. استقبل السيد سمير عبد الله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيدة ريهام محمد خليل سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين والسيد أندريا كاتالانو سفير جمهورية إيطاليا لدى مملكة البحرين بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي. وأكد رئيس الغرفة متانة العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين بجمهورية مصر العربية الشقيقة وأهمية تطويرها في جميع المجالات وخاصة المجالات الاستثمارية والتجارية والصناعية. كما استعرض ناس مع السفير الإيطالي العلاقات الثنائية بين البحرين وإيطاليا والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في المجال الاقتصادي وبالأخص بمجالات تصنيع الأدوية ومجال تصنيع منتجات الألمنيوم والتعليم المهني وسبل تعزيز التبادل السياحي. والآن نترككم مع سعر صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية. تعتبر الشركات العائلية أحد أهم عناصر الاقتصاد، حيث تشكل نسبة كبيرة من الشركات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية. وتتمتع الشركات العائلية بأهمية كبيرة لعدة أسباب، منها الاستمرارية عبر الأجيال والمرونة في اتخاذ القرارات والتفاني في العمل وتحقيق الأهداف على المدى الطويل. للحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم معنا في الاستديو السيد خالد الزياني رئيس مجلس الإدارة الفخري لاستثمارات الزياني. مرحبا بك في النشرة الاقتصادية أستاذ خالد. أهلا بك. أهلا وسهلا أستاذ. يعني في البداية بالحديث عن الشركات العائلية، لعل من أهم الأمور لديها الاستدامة عبر الأجيال، فمن وجهة نظرك كيف يمكن يعني تحقيق ذلك في الشركات العائلية؟ أظن من أهم الأشياء في الشركات العائلية عشان يكون فيها استدامة واستمرار هو أن تكون فيها عدالة، فيكون فيها نظام اللي يوثق العلاقة بين العائلة وبين العيال. ولازم الكبير يحس أنه هذه مسؤولية عنده ويحولها حق الأجيال القادمة، ولازم العيال يحسون إنهم ما وصلوا لذاك المركز لأنهم بس عيال الشركة أصحاب الشركة، لأنهم وصلوا لذاك المركز بعد معايير معينة، فاللي ينجح منهم بيوصل لذاك المركز. نعم. اللي ما ينجح منهم الله ييسر له في محل ثاني. ما تهدم الشركة بمشاكل العائلة. ما هي المعايير التي تتخذونها في التوظيف؟ اولا لازم يكون الابن او البنت عندهم دراسه جيده، ماسترز مثلا، لازم يشتغلوا في الخارج ليكسبون خبره، وبعدين لما يجون يدخلون للعمل. احنا ما عندنا في شركاتنا اي واحد من العائله اللي هو رئيس تنفيذي سي او في اي من اعمالنا، فصل تام بين الاداره والملكية. نعم. فلما يجي الولد أو البنت يبون يدخلون العائلة شغل العائلة، لا يروحون يصير رئيسهم واحد من السي اوز ويدربون عنده كذلك لسنين، لما يوصلون إلى مستوى سي او ما يصيرون سي او، يتحولون إلى المجلس الرئيسي. فالمجلس الرئيسي عندهم دورين، دور أنهم يكونون أعضاء في المجلس الكبير المالك، والدور الثاني أنه يروحون يفتحون الأبواب ويصيرون ساوندينج بورد حق السي او، لأن السي او يمكن يكون إنجليزي، يمكن يكون عربي، يمكن يكون هندي، يحتاج إلى طريقة يوصل إلى الكبار. فلا يمكن يعني اختيار أحد من أفراد العائلة لأن يصبح رئيس تنفيذي في الشركة العائلية لديكم؟ ما عندنا إطلاقا. ما إطلاقا، لأن أنا في نظري
إن لما إذا فشل أخوك والله فشل ابن أخوك أو لا. ابنك اللي انطردته حطمت العائلة بالتأكيد. إيه يعني هذه. وبعدين ليش أنا أضيع مثل يعني قدرة لواحد من أصحاب العائلة في إنتاج اللي هو يفهم فيه، بدل ما أجيب واحد متخصص في نوع عمل العائلة عمل الشركة هذه وخليه هو المسؤول عن إنتاجية. أنا أقدر أغيره إذا فشل، لكن أقدر أغير واحد من العائلة، حطمت العائلة. صحيح. مؤخرا كنت في مدينة الرياض للحديث عن تجربة مملكة البحرين في إدارة الشركات العائلية، يعني ما هي أبرز الأمور التي يعني تسلط الضوء عليها عندما يتم دعوتك من الدول الخارجية للحديث عن هذه التجربة؟ يعني الحمد لله احنا تجربتنا كانت جيدة، وتعلمنا احنا هالتجربة لعيال الشركاء الأصليين في شركة استثمارات الزياني، تعلمنا من خبرتنا في شركة عبد الرحمن الزياني وأولاده اللي كان يملكها يدنا الشيخ عبد الرحمن والوالد والعمام رحمهم الله. لما دخلنا هناك كنا ما نعرف، ما كان في نظام اللي في يعني التزام، فصارت لأن ما في نظام الشركة انحلت وتوزعت وتفرقت العائلة. هذا اللي أردت أن نحافظ عليه في شركة استثمارات الزياني. يعني وضعت من الأنظمة أن الواحد لما يصير 65 يطلع من مجلس الإدارة، يتقاعد، يطلع من المجلس نهائيا، يسلم حق اللي عقبه، اللي عقبه يسلم حق اللي بعده، يعني 65. فنعطي بهالطريقة مجال للجيل الجديد، وبعدين العيال اللي يوصلون إلى المجلس الرئيسي كذلك لازم نخليهم يحسون أنهم يملكون في الشركة. فالأب عليه أنه يعطي شيء من حصته حق الولد أو البنت اللي وصلوا للمجلس الرئيسي، فهم ملاك مو بس مجرد موظفين. فهذه بالطريقة نعطيهم الصلاحية، نعطيهم الملكية، ونحول لهم المسؤولية. كيف تساهم يعني من وجهة نظرك هذه الشركات العائلية في رفد الاقتصاد الوطني؟ اللي ساهم في الاقتصاد الوطني في كل دول العالم هم الشركات الخاصة. الاقتصاد ما يشتغل على شو تسوي الحكومة. الحكومة تضع القوانين، تضع الأنظمة، يمكن تسوي المشاريع الانفراستراكشر الكبير، لكن هي ما تقدر تقوم بدور القطاع الخاص. القطاع الخاص هو اللي يخلق الوظائف، هو اللي يدخل القيمة الإضافية لكل شيء. يعني أعطيك مثل ألبا شركة تقوم فيها الدول، زين، لكن من الصناعات التحويلية الواحد يخلق الوظائف اللي أكثر، والأدد فاليو القيمة الإضافية اللي هي وايد أكبر من اللي تسويه ألبة. ألبة تبيع سلعة، نعم. الصناعة تصير برا محل ما يبيعون هالسلعة. احنا ناخذ الصناعات التحويلية السلعة هذه ونسوي منها كابلات، نسوي منها أشياء ثانية، نسوي منها عدة أشياء اللي هي فيها القيمة الإضافية وهي اللي توظف الأكبر عدد من الناس. فهل نستطيع القول أن التجربة البحرينية في إدارة الشركات العائلية ممكن أن يستفاد منها دوليا؟ أنا صراحة ما يحتاج، أنت سألتيني سؤال وقدمتيه، أنا توني جاي من الرياض، نعم. وكنت متحدث أولي عن طريقة تنظيمنا لهذا الشيء. والأسبوع الجاي أنا رايح إلى لندن كذلك في مؤتمر إنجليزي هناك، طلبوا مني أن أكون هذه، ورحت في كثير من الدول عطيتهم من خبرتنا يعني. وهذا الشيء البحرين لازم تفتخر فيه. يعني لما كنت في الرياض طلبوا مني جماعة من عمان أن أكون عندهم عشان يستفيدون من خبرتنا، وتشرفني هذا ويسعدني. نتمنى لكم كل التوفيق أستاذ خالد، شكرا جزيلا على حضورك. طول عمرك.